ماي تشانل. اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب. انا روان داش. فيديو النهارده جايز هيكون من سلسله يلا نجرب مع ريري، اللي هي سلسله انا بعملها هنا على قناتي وبحاول اني اصنع فيها اشهر اكلات في العالم بحجم عملاق. زي ما قبل كده صنعت معاكم اكبر فيريرو روشيه وكان شكلها حرفيا يجنن، وصنعت معاكم برضو قبل كده اكبر ريسيس في العالم وكانت فعليا عملاقه. والنهارده قررت اني اتحدى نفسي واتحدى الشيف الصغير جدا اللي جوايا واصنع اكبر فلافل في العالم. اول ما خطرت لي فكره فيديو النهارده على طول جريت جري على الانترنت علشان اشوف لو في اي شخص في العالم حاول يصنعها قبلي. ولقيت ان في حد حاول يعملها من 9 سنين، وحرفيا مفيش اي حد تاني حاول ان هو يعملها، فيعني انا اول واحدة اعملها في 2022. قبل ما نبدأ الفيديو جايز عايزة اقول لكم حطوا لايك كبير جدا علشان اعرف انه الفيديوهات دي بتعجبكم فاعمل لكم اكتر منها، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اللي تحت الفيديو علشان عائلتنا توصل 2 مليون في اقرب وقت ممكن. ودلوقتي خلونا نروح مع بعض على السوبر ماركت علشان نشتري كل الحاجات اللي هنحتاجها لفيديو النهاردة. So let's go. قليله جدا الصفر في الطبخ، في انواع فلافل كتير، بس الطريقه اللي انا قررت اتبعها النهارده هي طريقه الفلافل بالطريقه الشاميه. واول حاجه عملتها هي اني نقعت الحمص في الميه لمده 12 ساعه. اوكي جايز، سو دلوقتي هندخل على اول مرحله من التحدي ده، وطبعا اول حاجه لازم اعملها هي اني افرم كل كميه الحمص اللي انتوا شايفينها قدامي دي. على فكره غيرت الخلاط لانه الخلاط ده اكبر، فحسيت ان هو هيسرع العمليه دي شويه، وهبدا دلوقتي اخد شويه من الحمص. عايزه اقول لكم ان انا كنت واثقه جدا من نفسي وعزمت اهلي بكره على الفطار بما اني هعمل اكبر فلافل في العالم، فلو الفلافل دي فشلت انا بصراحه مش عارفه هيكون منظري ايه قدامهم، بس اوكي. طبعا يا جماعه في فيديوهات الاكل اللي زي دي ببقى عامله حسابي 1000000% انه ولا فتفوته من الاكل ده هتروح على الفاضي، فايا كانت النتيجه بتاعه الطبخات اللي انا بعملها سواء فشلت او نجحت يا بحطها في بوكسات وبوزعها على الناس او بتفضل في الثلاجه لمده شهر كامل وبنفضل ناكلها انا واهلي. ودلوقتي هنحط البصل وشويه من الثوم، واخيرا هنحط الخضره. طبعا انتوا دلوقتي اكيد تسالوا نفسكم روان ازاي عرفتي طريقه عمل الفلافل وانتي عمرك في حياتك ما دخلتي المطبخ؟ مش هكذب عليكم بس ده بالظبط كان وضعي امبارح. كبيرة من الملح، معلقه كبيره من الكزبره المطحونه، رح نحتاج نص معلقه صغيره من الكركم، رح نحتاج كمان. ومن هنا ابتديت رحلة فرم الحمص اللي استمرت أكتر من 5 ساعات. مش هكذب عليكم بس تعبت، اظن عيب عليا ان انا اقول كده من دلوقتي لانه لسه باقي لي كتير لحد ما اخلص. 6.5 hours later. واخيرا واخيرا خلصت العمليه المتعبه جدا دي اللي خدت مني تقريبا 7 ساعات، لانه انا بداتها الساعه 6 والساعه دلوقتي 12 بالليل. طبعا لانه دي فلافل اهلي هياكلوا منها وهيدوقوها فلازم اكيد نحط عليها بهارات. لكل اللي بيتفرجوا على الفيديو ده وهياكلوا من الفلافل اللي هعملها انا اسفه جدا، لكن المرحله دي انا هضطر اعجنها بايدي بس عشان انتوا هتاكلوا منها فانا هلبس جلوفز. اوكي.
بسم الله. اوكي يا جماعة، سو الخطوة اللي عليا اني اعملها بعد كده هي اني اشكل العجينة، لانه العجينة بقت جاهزة هنا ولازم اعملها في اسرع وقت. وعلشان اعمل الشكل الدائري بتاع الفلافل لازم يكون عندي طبق كبير قوي مدور، فعلشان كده جبت الصينية الكبيرة المدورة دي علشان تدينا شكل اكبر فلافل في العالم. اللي قررت اعمله اني احط العجينة كلها هنا وابدأ اشكلها كشكل الفلافل اللي انا عايزاه، اللي هو الشكل الدائري، وحسيت اني لو حطيتها على طول في الزيت ممكن تتفك او تتكسر، وحقيقي انا في وقتها ممكن انتحر. فعلشان كل ده ما يحصلش، قبل ما ادخلها على الزيت واسويها هحطها طول الليل في الفريزر علشان تتجمد. اوكي يا جماعة، سو عندي هنا الورق اللي هفرشه على الصينية علشان الفلافل ما تلزقش فيها لما تتجمد. يا جماعة اقدر اقول لكم انه بعد تعب شديد العجينة بقت جاهزة، لكن باقي اخر حاجة ودي بالنسبة لي اهم حاجة في الفلافل، وهي اكيد السمسم. اوه ماي جاد جايز، صراحة شكلها يجنن. انا عارفة ان هي لسه ما استوتش بس شكلها حلو جدا. ودلوقتي جايز هدخلها في الفريزر علشان تتجمد، وهشوفكم بكرة الصبح. اوكي يا جماعة، سو النهاردة اليوم الثاني، ودلوقتي المفروض اعمله اني اروح اشيك على الفلافل اشوف هي اتجمدت ولا لسه. هصبها كلها هنا في الحلة اللي هنقلي فيها علشان نقلي الفلافل. بس محتاجين كمية زيت كبيرة جدا علشان تغطي الفلافل. احاول بكل جهدي ان انا ما اكبوش في الارض، لانه لو اتكب فعليا انا ممكن اهاجر واروح اعيش في الصين. ده هيبقى اسهل بكتير من اني انظف كل الزيت اللي هيقع على الارض. حاولت بكل جهدي استجمع قوتي واشيله وبرضه فشلت. جايز مستعدين تشوفوا اكبر معلقة هتشوفوها في حياتكم؟ اوه ماي جاد، انتوا شايفين الحجم؟ حرفيا طولي يا جماعة. دي فعليا كانت اكبر واطول معلقة لقيتها، لانه كنت محتاجة حاجة اطلع بيها الفلافل من النار. الزيت 30 دقيقة لحد ما يستوي شوية ويبدأ ان هو يسخن اكتر، وبعد كده فجأة حصل اللي ما كانش المفروض ان هو يحصل. رجعت لقيت عجينة الفلافل شكلت دايرة او حفرة في النص، وبدأت العجينة ان هي تتفكك من بعضها وتسيح جوا الزيت، لدرجة ان الفلافل ما بقتش باينة خالص من كتر ما الزيت اتملى مية من العجينة. حاسه باحباط فظيع يا جماعه والله العظيم، معرفش فين المشكله ومعرفش ايه اللي حصل، بس فعلا فعلا احساس وحش قوي 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 قوي. انتوا مش متخيلين انا قد ايه حاسه باحباط. احساس بجد صعب جدا 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 ووحش قوي لما تشتغلوا على حاجه وتتعبوا عليها جدا ايام وفي الاخر تفشل وتبوظ. بجد انا حاسه دلوقتي بالاحباط الشديد. صراحه كان نفسي نفرح مع بعض زي كل مره واوريكم الحاجه الصغيره جنب الحاجه الكبيره،
زي ما انتم دايما متعودين عليا في الفيديوهات دي، لكن للاسف في الفيديو ده مش هيكون في كده لانه هي اصلا فشلت ومش موجوده بعد 3 ايام طوال جدا من الشغل والتعب علشان احاول اصنع اكبر فلافل في العالم. اقدر اقول لكم دلوقتي اني على الاقل نلت شرف المحاوله. لو حابين ان انا ارجع تاني واعيد نفس التجربه دي علشان احاول اصنع اكبر فلافل في العالم، بليز سيبوا لي تحت في الكومنتس. مع انه حرفيا ماما هتطردني من البيت لو انا قررت اعملها تاني، لكن انا ما عنديش اي مانع. اما بالنسبه للزيت فانا صفيته كله من عجينه الفلافل وتاكدت ان هو نظيف 100%، وهنبدا نستخدمه عادي جدا في الطبخ والقلي زي اي زيت طبيعي. اما بالنسبه للعجينه المتبقيه من الفلافل الكبيره اللي انا عملتها هتفضل عندي في الثلاجه وهعمل بيها فلافل صغيرين زي الفلافل اللي هنا دي. اوكي يا جماعه بكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا اتسليتوا بيه زي ما انا اتسليت وانا بعمله. بليز 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 جايز ما تطلعوش من الفيديو من غير ما تعملوا لايك، لانه اللايك بيساعدني جدا وبيخليني اتشجع علشان اعمل لكم فيديوهات اكتر. واهم حاجه تعملوا سبسكرايب علشان ما يروحش عليكم اي فيديو جديد من الفيديوهات اللي هنزلها لكم. وبس دلوقتي عايزه اقول لكم ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، بحبكم قد الدنيا كلها وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز.